أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه يدرس بشكل كبير إراحة اللاعبين الأساسيين في مباراة المصري المقرر لها يوم 22 من مايو الجاري في ختام منافسات الدوري العام. وأضاف البدري: نرغب في منح راحة للاعبين الذين يشاركون باستمرار في المباراة عقب مواجهة كامبالا الأوغندي في بطولة إفريقيا ومواجهة أياكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي، والتي تشهد تجربة بعض العناصر التي لم تشارك بشكل أساسي الفترة الماضية لتجهيزهم لمواجهة المصري. أجرى السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اتصالا هاتفيا بسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي المتواجد حاليا في أوغندا للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة باستقبال الفريق وغيرها من الإجراءات المتعلقة بوسائل الانتقالات والإقامة. وقال سيد عبد الحفيظ إن الأمور تسير بشكل جيد وأنه اطمئن من عدلي على فندق إقامة الفريق في أوغندا وكافة الأمور المتعلقة بالرحلة. وكان سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي قد سافر من الإمارات إلى أوغندا أمس لترتيب إجراءات وإقامة الأهلي قبل وصول البعثة إلى كامبالا. يطير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أوغندا في 9 صباح غد السبت بعد خوضه اليوم مباراة أياكس الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي. ومن المنتظر أن يتجمع الفريق صباح باكر السبت من أجل السفر إلى أوغندا في 9 صباحا، حيث تصل البعثة إلى مطار أنتيب الأوغندي في رحلة تستغرق 4 ساعات، ويعقبها التوجه إلى مدينة كامبالا التي تبعد عن أنتيب مسافة 35 كيلومترا. ويذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة كامبالا الأوغندي الثلاثاء القادم في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن ثنائي الفريق حسام عاشور وصلاح محسن جاهزان لمواجهة كامبالا الأوغندي يوم 15 من مايو الجاري في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وأضاف أن الثنائي شارك بقوة في المران الجماعية أمس وأصبح جاهزين تماما لتدعيم صفوف الفريق في مباراة كامبالا. وكان عاشور قد اشتكى من الإصابة في ظفر قدمه بعد تدخل أحمد فتحي معه في المران الأخير بالقاهرة، في حين اشتكى صلاح محسن من كدمة خفيفة في أنكر القدم نتيجة اصطدامه مع زميله باسم علي. والآن فاصل قصير ونستأنف نشرتنا الرياضية، ابقوا معنا.